هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. الحمد لله مبروك علينا, مبروك على جميع المكونات النادي, لا جماهير لا أطقم, لا جميع المحبين ديال النادي. الحمد لله يعني شي حاجه اللي كتعز بها وكتفتخر بها, مباراه كبيره الحمد لله من فريق اللي كان قوي. مبروك علينا مره اخرى ان شاء الله, ومازال العام ان شاء الله باش نحسموا في اللقب ان شاء الله, هو اللي اهم ان شاء الله. وبالفعل يعني الهدف ديالنا هذا الموسم هو نلعبوا على جميع المنافسات اللي غنلعبوا فيهم, غنكونوا في المستوى ان شاء الله. فطوينا صفحة ديال الأصباء, مباراة الأربعاء غتكون مباراة صعبة من فريق اللي تا هو فريق اللي كيكون جيد في أرض الميدان. دونك حنا ما إن شاء الله الهدف ديالنا هو نحسموا في التأهل إن شاء الله للدوم الفينال. كلشي مركز, كلشي واعي إن شاء الله باش نكونوا في. الحمد لله وصلنا بسلام, كانت الرحلة مزيانة. تنبغي نشكر جميع الجماهير الودادية ولا الناس اللي كانوا تيقين فينا والناس اللي كانوا مدعمين اننا غادي نمشيو لتما وغادي نجيبوا التاهل. تنبغي نشكرهم بزاف, تنتمنى نخليو رجلينا في الارض ونزيدو نتواضعوا. باقي لحد الساعه مازال ما درنا حتى شي حاجه. الفرحه ديالنا الكبيره هي اننا ان شاء الله في اخر موسم نتوجوا باللقب ونفرحوا الجماهير ديالنا الوداديه ولا المغربيه ان شاء الله. نسير في الفتره هذه الا اي ماتش يكون بالنسبه لنا كنهائي غادي ندخلوا عازمين عاوتاني باش نحققوا نتيجه ايجابيه. نحاولوا اليوم نساوي هذه الفرحه ونساوي هذا الشيء اللي درنا في هذا الماتش ديال كاس افريقيا, ونحاولوا نتكونسونطراو ان شاء الله على الماتش ديال كاس العرش. بالنسبه لنا بطوله اللي مهمه, اي لاعب تيتمنى انه يحققها. تنتمنى ان شاء الله نكونوا كونسونطرين 100% ونهار الماتش نكونوا ان شاء الله محظوظين ونتاهلوا ان شاء الله. الكاليفيكاسيون الحمد لله الفينال تيجي بواحد المجهود, والحمد لله عندنا جروب والحمد لله ربي ما خيبناش, وان شاء الله دابا منافسين على ثلاثه ديال الالقاب. خصنا نفكروا في اللقب حتى البطوله هو ما نساوش, وكاس العرش اللي عندنا الماتش ان شاء الله حتى هو. دابا الفينال نساو شويه وغنفكروا في الماتش الجاي ان شاء الله. هادشي اللي جاب الفضل للجروب والجماهير اللي تساندنا وتيقسم فينا كبيره. خويا الحمد لله, الحمد لله كاليفيكاسيون, دابا كندخلوا نرتاحوا ومن بعد ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. كيف كانت الاجواء؟ كان ماتش ديال ربح بحال اللي شفتوا, كان ماتش كنا خصنا نربحوا على توبري, والحمد لله ونا غنلعبوا لا كاليفيكاسيون لابا بور تو المونديسيون ماروك. الحمد لله بما خايبناش البارح ان شاء الله غنبقى كونسونتري مانو سو لي بروشان ماتش. كومونسون بار الماتش ديال جديدة اي بي ابخي فو كومبخون تو لي ماتش ماتش بار ماتش ان شاء الله. الامور ديال الوداد يعني ما خلو بحال ديما. شكرا بزاف, كونتينيو نزونكوراجي, وشفت الكرة ديما نبقاو يد وحده, وان شاء الله نجيبوا لي تيت ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.